طيب في المحاضرة هاي نأخذ ندخل شوية في المحاضرة السابقة أخذنا architectural solutions يعني نظرة عامة ندخل في واحد منها الداتا سكيما انتجريشن اللي هي بتلزم في الديتارز وبتلزم في الداتا ويرهاوس بتلزم في أكثر من شغلة من السولوشنز ندخل هلا اليوم في الداتا سكيما انتجريشن المحاضرة اللي بعدها حنأخذ كمان زي مثلا اللي هو كمان مرة RDF بسميها داتا فيوجن حتى مش داتا انتجريشن هنا و يعني سوليوشنز اخرى في داتا سكيما انتجريشن هات نشوف عندنا ثلاث سكيمز نشوف كيف ممكن نعمل سكيما انتجريتد سكيما عندنا سكيما ايش فيها يا جماعه عندنا امبلوي وركس وركس ان اورجانيزيشن يعني هذا جزء من السكيما سكيما صغير طيب هيك خسرت وعندنا سكيما ثاني وركر بور ان سيتي لوكيتد ان ريجن سكيما ثالثه اورجانيزيشن لوكيتد ان مينسيبيليتي جيت انت بتعمل جلوبال سكيما انتجريتد سكيما او مرات بنسميها اكسبورتد سكيما يعني كيف بدك تعمل سكيما بيزبط فيها الداتا كل الداتا اللي موجوده طلع وكانه زي البازل هاي فيها جزء من هاي وهاي فيها جزء من هاي طبعا انا عمدنا هنا فيري سيمبل تو اكزامبل جاي عشان نشوف اشياء اعقد على فكرة هاي مش ER الطرق الرسمة هاي نسميها ORM اللي برش ORM السلايد اللي بعده بورجيك نفس المشكلة مكتوبة ER سكيما بعرفش بتكون ORM ولا ER بدش رح تنتهي هلا بالORM في عنا employee برضو works on organization والorganization located in city يعني ايش اخذت بدل worker استعملت كلمة employee استعملت كلمة سيتي وسيتي وين مش في ريجن الاورجنايزيشن يعني سوري الاورجنايزيشن لوكيتد في سيتي والسيتي موجودة في ريجن بدل ما اقول لوكيتد وين في municipality نفس الشيء نفس هاي employee works في organization employee born in city city in region organization and municipality نفس السكيما وهاي الامبورت ليه؟ لو بدنا نتخيلوا هذا السيناريو شو انت بتساوي؟ وكأنك بتيجي بتعمل سكيما بتزبط فيها كل الداتا وهلا عاد ايش بتصير تساوي؟ بتساوي اخرى شوي شيء بنسميه كورسبوندينج رولز انه اشفط الداتا اللي هون وين نحطها؟ هون اشفط الداتا اللي هون حطها هون بعدين اللي هون حطها هون سيتي في سيتي ريجن في ريجن طيب organization في organization municipality اوكي هي located in فانا بقصدش هون municipality اللي هي البلدية بقصد region وكأنه بحط برضو الداتا هذا extremely very simple بتخيلين صح؟ طيب هلا التشالنجز اللي بتواجهنا في حالات زي هاي هذا بس عشان احميكم هذا المثال هلا ما ندخل في تو ميجر تشالنجز في عنا انه وي ونت تو يونيفاي هاي يعني بمعنى اخر نحدد الاشياء المشتركه في السكيمز ونركبها فوق بعض في عنا اكثر من ريبريزنتيشن للداتا بدنا نطوعهم لبعض طبعا في اشياء ما تنطوعش والتطويع هون نسبي يعني مش انه نعمل انتجريشن الانتجريشن بيصير 0 او 1 في اشياء قد نخسرها في اشياء بنضطر نكرر ونعقد السكيما تبعتنا مرات عشان نقدر ناخذ اللي بدنا اياه فبالتالي في عندنا ريزوليوشن اوف ديفرنت تايبس اوف كونفليكتس في عندنا اكثر مرات في عندنا كونفليكتس مرات بصير كونفليكتس زي ما بنشوف كمان مره خشوا هات نشوف هذا قبل ما نبدأ
اللي هو ستيفانوس بيكابيترا من احد الناس العلماء وعلى قاعد ايطالي كان عايش في فرنسا من احد الناس اللي من اول الناس وجون مونروس هاي الاسماء الكبيره اللي اشتغلت في عالم الداتا انتجريشن الابحاث هاي بلشت في من ال 85 وفوق او من الاخر اول التسعينات اذا بدكم يعني كان هذا النوع من الابحاث نشيط جدا اكتب على الاخر هذا النوع من الابحاث داتا انتجريشن الداتا بيس انتجريشن عشان اكون دقيق بين ما بقدرش اقول باي سنه بالضبط بس يعني بين ال 85 و 90 بلش لا اواخر التسعينات او بدايه 2000 هاي كانت ال يعني فيري فيري هوت اريا الداتا بيس انتجريشن بعدين حتكمل الانترنت يكون كثير موسع ف ستيفانو ايش بقول انا هذا المثال منه انه عندنا لوكال سكيمز تعمل سكيما ترانسفورميشن بعد الترانسفورميشن تعمل ماتشنج بعد الماتشنج نعمل انتجريشن بيطلع عندنا الانتجريتد سكيما والمابينز هاي من يعني زي ميثودولوجي يعني هو زي وصف بس انت ما تتفق حميم لانه مشكله الانتجريشن اكستريملي كومبلكس وما بنقدر نوجد منهجيه بالضبط بالضبط تساوي 1 2 3 4 تطلع عندك داتا انتجريت داتا بيس سكيماز يعني انتجريت بتساوي هذا الكلام الابحاث هاي بجوز تقول فيري سمبل يعني انا شايفها هاي بتحطها هاي اعمل فيوز اعمل الى اخره الابحاث كانت انه كان بي اوتوميت ذس بروسيس كيف يعني يعني تعمل لي برنامج انا بعطيك تو داتا بيس انت شو فيه كم تعرف ايش فيه كم من مره تشحن ايش هم تطلع لي انتجريتد داتا بيس تقدر صعب عشان الميري طيب تقدر تحل نص المشكله اوتوماتيك ولا ستيب منها طيب تقدر تعمل برنامج اللي بتعمل انتجريشن احط التو داتا بيسز وتصير تساعده يعني بمعنى اخر هيومن سبورتد هيومن يعني سوري تو سبورت هيومن تو دوين ممكن ها شوي شوي هلا بحال راح هذا الاتجاه جزاك طيب لو عندي انا خلينا نقول كان ستيب 1 انه ايه سكيما ترانسفورميشن انا ما في شيء استراتيجي نستعملها نفترض انه انا عندي ان من السكيمز ان هل اجي اجمعها كلها ضرب مثال لو عندي انا 50 قاموس وبدي اعمل لهم انتجريشن كل واحد منهم داتا بيس خزن الطريقه ماشي انت في الوزارات هاي المشكله لانه محمد بحل فيها عن جد عندي 50 قاموس كل واحد فيهم ستراكشر تبعه بيختلف تماما او مش تم الشرط تماما بجوز يكونوا في بين في اشياء تشبه بعض في اشياء تشبه بعض كيف اسوي؟ هل اجي احط ال 50 واحد اعمل سكيما واجيب هذا واحطه في كلبه وهاي واحطها وهاي واحطها عشان انا اطلع في هاي السكيما ولا اجيب الاول ولو مع الثاني بيطلع عندي ايش هاي السكيما اجيب هاي واجيب هاي بيطلع عندي هاي بعدين اجيب هاي واجيب هاي بيطلع عندي انكريمنتال انكريمنتال اذا بدك تسميه ما بعرف شو بس نفس النتيجه دكتور صح نفس نتيجه الاولانيه اذا نفس الشخص بدنا نفترض بس قد يكون انه اذا كان عشان الاشخاص مختلفه تعرف حتى هاي different persons من حيث المبدا يعني بدي اجاوبك يعني مبدئيا هل اسوي هاي الطريقه ولا هاي الطريقه ولا هاي شو بتكون خذ الاول والثاني واعمل ايش ثلاثه وخذ الثالث والرابع واعمل واحد جديد خذ اثنين وبعدين اطلع في الجريد سكي اني منهم افضل حسب الكيس كيف يعني؟ يعني بجوز الطريقة الأولى تكون أوفى من الثانية والثالثة طب أنا عندي 50 قاموس يعني 50 داتا بيس
كلهن عم كل واحد منهم معجب. انا هاي سيمبل كيس وبدك توحد. انا واحد تتبع بلانس. ها انت تتبعي هاي؟ يلا بدها دراسه ما بقدر اتوقع الاولى تكون حسب القوم حسب الكيس اللي طيب يعني انا عندي 10 جمعان بدي اوحد الداتابيس تبعتهم نخليهم كلهم ب انت على فكره بالشرط يعني اوحد بعدين ارمي هذولك بس انا بدي انتجريتد سكيما هلا ليه ترى بدي تعملها جلوبال سكيما يعني ونخلي الداتابيس بس انا بدي اوصل لجلوبال سكيما وانتجريتد سكيما بس يعني تو اذا بعيش اذا الحكي بحكي بلد يعني لحد ما ولا انه الناس بتتابع طريقه البالانس جايز هي اسهل ليش؟ لانه في اللحظه اللي بصير عندي في مشكله بعرف منين جاي في خلال عمليه الانتجريشن. طيب انا هو انا بحب هالطريقه انك انت تحط العشرة سكيما قدامك تيجي تدرسهم وتطلع واحد جديد بدل ما تغلب حالك وانت تشتغل. صعبة بتكون صعبة؟ يعني هذا مش اصعب انك تاخذ داتا بيس لجامعتين وتطلع فيه سكيما واحد بس اسرع هذه يعني اسرع؟ هذه هاي اسرع؟ اشوف تكون عارف كل ما بتعمل دراسه يعني بالموضوع وتسال اللي بدك اياه تاخذين كل اللي تعمل دراسه وتطلع بوحده ولا تاخذ ثنتين تعمل دراسه وتطلع بوحده تاخذ ثنتين تعمل دراسه وتطلع بوحده وانت بالنهايه راح تمحى هاي خلص هو تمحى ضل عندك هذول نص يعني بصير تسكتوا ولا تنزل هيك بصير تحت اسهل بصير تحت اسهل هون؟ اه يعني لما اسوي البالانس يعني البالانس يعني بطلع في اوتبوت من هنا واسوي تو اوتبوت سميت بطلع باخر بشيء سنه هذا كل شيء قريب يعني ده كم كان شو رايك كمان بس عم يقول بس هي دراسه للكل يعني انت عندك انا مش شايف فصل بين هالثلاث صراحه هم مش شايف الفرق بين الثلاث لا مش الفرق يعني كمثال في البروسيس انا ماشي فيها برمج الاول والثالث او الثاني والثالث حسب قوه انت السكيم لازمها احتمال تجمع بالجزء محمد بقول لك انا متخلف مره بدي اشتغل هون مره هون بخلطهم بدل ما اعمل من وحده يراقب علي منهجيه يراقب علي على فكره معظم الناس بفضلوا هاي بس ما هي هذا اللي عندك 100 داتا بيس مش محتاج مش دارس كل الناس بدك تحط النية عندك احمد بحكي انه لو عندي نية هاي صعبة بتصير يعني حتى يعني الواحد حسب الكيس اللي هو فيه هلا من احد الاشياء المهمه بالكيسز اللي بدنا ناخذها بعين الاعتبار انه ليش هو اول شيء انا بشتغل لحالي هلا لو انه لحالي بجوز هاي الطريقه افكر فيها بس لو انه 10 مبرمجين بلس احسن ذا كل يعني هاي وكانه نستبعد بجوز تزبط هاي وهاي او هاي فحسب انه اللي بيشتغل هل السكيمز عن جد افيلبل لي ولا مش لي يعني لو قلنا 10 جامعات بجوز اقول لكل واحد من الجامعه كل اثنين يشتغلوا مع بعض بعدين بيطلعوا بوحده بعدين انا بجوز اسويهم هيك يعني حسب مش بس تكنيك اللي بتطلع حسب الريسورس اللي لا ممكن اذا نعمل ابديت للداتا كان هذيك احسن شيء نعمل ابديت للداتا لا احنا هون ما بنحكي على ابديت للداتا كلامك مزبوط اذا صار لا هلا طلعنا في انتجريتد سكيما احنا نحكي على سكيما هلا بعد سكيما نجي نجي الداتا نجي نعمل فيو للداتا بناء على هذول السكيما ولا هلا هذا الكلام على فكره بزبط اذا بدي ابني سكيما يعني حسب الحاله قصدي انه في حالات معينه انا ما بدي اخذ اكسس على الداتا اصلا انا سوري ما بدي الغي الداتا بيسز هاي هي بضلها شغاله مثل ما هي بس انا بدي اعمل جلوبال سكيما في حالات معينه ثانيه لا انا بدي ادمج او بدي اطلع في سكيما موحده جلوبال سكيما وابني داتا بيز وارحل الداتا منها وتصير هاي الجديده وهذول ارميهم يعني هذيك هذاك بعد اخر من المشكله طيب دكتور بس الطريقه الثانيه معلش الطريقه الثانيه بس في مجال الطريقه الثانيه انه افرض انه عندنا 4 جامعات انا واحد سكيما تبعته بير زيت القدس البوليتكنيك خليج
تاخذ بير زيت وبوديز والكودز وبتعمل منهم تعملهم سكين. بعدين تروح تجيب الكيمه هاي وضيفه على هاي ما هو مجرد تمام بس واضحه ايه الفرق واضح بس شو بتختفي عن هاي لا لا فهمت هاي كنت بس انا بشوف في الوسط ممكن تجيب شيء اقرب شوي انت بتكون افضل مثلا يعني متى بتكون افضل متى بتكون افضل من ناحيه يعني اكيد انا لما باخذ توش توش كيمز واطلع في انتجريتد إيه انا لما اكون اشتغل على تنتين واطلع واحده واضيف الثالثه ممكن تكون اسهل علي ممكن اشتغل تنتين وتنتين معها ففيش شيء مثلا خلينا نقول زي ما بيحكوا شيء معين يكون لي هاي اشتغل على هاي او انت هاي اشتغل على هاي حسب الكيس اللي بتضايقك حسب الكيس اللي في هلا احنا انا عشان اقول لك اعطيك الصوره مجرد هون بالعلم انك تعرف انه في هاي وفي هاي وفي هاي وفي هاي وفي هاي لما انت تروح تشتغل بالواقع شو بتساوي؟ تعمل تبقى واعي وتصمم بدك مش بتخبص معك هلا نحكي على سكيما ترانسفورميشن او اللي هو بنسميه بري انتجريشن افترض انه عندنا ان سورسز هذا الانبوت الاوتبوت شو بدنا اياه كمان مره عندي انا اختصار يعني بقول لكم اياه انا هاي زي الادابتر زي الادابتر انا عندي سكيما زي عندي مثلا كم معجم له سكيما تختلف عن هاي تختلف عن هاي تختلف عن هاي تختلف عن هاي انا بحوله لسكيما ثاني مش سكيما تبعت اللي بدي اياها الاخر حوله لايش؟ لسكيما زي انترميديت هوموجينايز نسميها بحيث انه وهي الثالثه والرابعه بحيث انه هلا بعد هذول بكون الكثير قرابة هاي بعد البن في مع بعض فوي ريديوس موديل هيتروجينيتي هاي قد تكون مكتوبه في XML هاي بإكسل هاي بتكست هاي دا وركل هاي بSQL هاي RDF فأنا بحول وديفرنت سكيمز فأنا بحولهم reduce model heterogeneity as much as possible هون to make sources more suitable for integration بعدين بحطهم هاي الجول تبعها إنه use a single common data model and form لاحظين؟ طيب سكيما ترانسفورميشن شو مشاكل السكيما كنا لما نعمل سكيما ترانسفورميشن ممكن تضيع في مشاكل في انا كل زي ما قلنا احنا بحاجه ان توهوموجينايز نوثق الداتا موديلز هلا شيء اكس ام ال وشيء اكسس اكسل وشيء ريليشنال موديل بدك تطلع في شيء بتوفقهم بدنا نطلع بالاخر طبعا احنا في موديل واحد where all data sources are described using the same data model يعني احنا بالاخر بدنا نطلعهم في انهم كلهم قراب على نفس الموديل هلا في عندنا ديزاين او بدنا نوفق الديزاين بدنا نحط normalization شو معناها بالعربية تطبيق هلا قد يكون في conflicts مهم في الداتا فاحنا شو بنساوي هون في الديزاين we want to enforce design rules عشان نقلل اللي هو structural conflicts structural conflicts يعني خلينا ناخذ على مثلا حدا مسجل السنة في من رقمين الير وحدا مسجلها بأربعة وحدا مسجلها قد يكون أقول لك في كلام مثلاً 2014 كلام فأنت عملياً بدك تعمل ماب في الديزاين هنا تعمل تريديوس في الآخر تكرر بتكرر خليهم هوموجينايز وبعدين بتوحد
في شيء ريفرس انجينير، هو بيرسو انا ريفرس انجينير. هلا احنا اخذتوا الاي ار، هلا بالاي ار انت بتصمم الداتا بيس بالاي ار وبتعمل كليك بتعمل جنريت لايش؟ للداتا بيس سكيما، مزبوط؟ صح. بس جنريت برجع لك اياها هلا. الريفرس انجينير شو بيساوي؟ بروح بكره الداتا بيس اللي هو الدكشنري، بسموهم الدكشنري تيبلز، بكره الداتا بيس بطلع عليها از از فيزيكلي يعني، وبعمل جنريت لاي ار منها. هلا انا اسهل لك، نطلع الاي ار وبعدين توفق ولا تروح تاخذ سكيما دي ار اس برضه؟ يعني از برضه في برامج بتطلع دي دي ال اللي هو داتا ديفينيشن لانجويج، يعني بطلع لك الكرييت، يعني وكانه بيعك بكره الداتا بيس وبطلع لك الكرييت تبعك تاخذ، يعني ما عرفت السكيما تاخذهم هيك ولا تاخذهم اي ار ولا. فهاي برضه ريفيرس انجينير سكيما فروم اكزيستينج، مرات اكزيستينج كوبول، اكزيستينج اكسل، اكزيستينج داتا بيسز، اوبجكت اورينتد داتا بيسز، وات ايفر، وبتاخذهم كلهم تحولهم لاي ار، وبعدين من اي ار بلش تشتغل. يعني قد يكون عندك مش داتا بيس بس، يعني انا افترض انه في برامج كثيره اسمها ريفيرس انجينيرنج تطلع الداتا بيس على ليش الموديل وتطلع منه اي ار، وفي برضه برامج تطلع على الاكسل وتطلع منه اي ار، او على الاوبجكت في اداه اوبجكت اورينتد داتا بيس وتطلع منها الاي ار تبعتها. فكل هذول ناخذهم اي ار وبعدين نشتغل، قد يكون قد يكون اسهل. طيب هذا اكزامبل على كيف احنا بنوفق، مثل ما اجاك تيبل زي هذا رقم